والتاريخي، لكنها مفتوحة في وجه الجميع. ونؤكد أن الجميع عليه أن يتحرك بكل السبل، وندين هذا الزحف على آخر المتنفسات الطبيعية في المدينة. نؤكد على أننا سوف نتخذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه المصدرة البيئية والمصدرة التاريخية في حق هذه الفضاءات التي تشهد وتؤرخ على الحقبة الدولية لمدينة طنجة. رفضا لأعدامها، نظم النشطاء والجمعويون صباح اليوم الأحد خرج ثقافية إلى حدائق المندوبية طنجة من أجل تنظيفها من النفايات والوقوف ضد أعدامها من طرف الجهات المسؤولة، حيث من المتوقع إنجاز مرأب تحت الأرضي. بمبادرة مجموعة ديال الشباب، الشباب اللي الهم ديالو الوحيد والأوحد هو الدفاع عن المدينة ديالهم، مدينة اللي تربوا فيها وشربوا فيها الحليب ديالهم وكبروا فيها. مبادرة الشباب اللي شافوا بأن هذه المدينة أركان المدينة وعناصر المدينة ومراكز تاريخية ديال المدينة يوما عن يوم كتمشي وكتطيح وكيستولوا عليها أصحاب رأس المال. اليوم جاء الدور على الحديقة ديال المندوبية الثقافية، هذه الحديقة التاريخية، تاريخية بالفعل ماشي التاريخية بالرمزية، لأن تاريخية لأن تضم مجموعة ديال المقابر ديال الجنود الألمان، تضم مقبرة ديال أول دكتور ديال معترف به ديال الصحة الجماعية ألماني اللي تدفن هنا في أواخر القرن التاسع عشر. حملة شباب من أجل وقف إعدام حدائق طنجة هي مبادرة شبابية اللي أطلقها مجموعة من الشباب من المدينة ديال طنجة، من بعد ما تأكدنا أن المجلس الجماعي قرر في إطار اتفاقية ديال التفويض المباشر اللي عنده مع شركة سوماجيك أنه يبني مرائب تحت أرضية في الحديقتين ديال الحي الإداري والحديقة اللي حنايا فيها ديال المندوبية. فاحنا طبعا كشباب كساكنة ديال طنجة استنكرنا هذا الفعل، هذا باعتباره فعل يكاد يجهز على التاريخ ديال هذه المدينة، هذه على الحضارة ديالها، على الموروث الثقافي ديالها. فقررنا أننا نطلقوا هذه الحملة، هذه اللي غتبدأ اللي بدات بلوتو بالخرجة ديال اليوم، خرجة اللي حاضرين فيها كيف ما كنشوفوا مجموعة من الإطارات سواء الجمعوية السياسية أو الحقوقية، واللي أعلنوا على الدعم ديالهم لهذه المبادرة ديال هاد الشباب هادي. وكابن مدينة طنجة وأحد الغيورين على المدينة اللي تربينا فيها وكبرنا فيها وترعرعنا فيها، كنشهدوا على أن الظلم اللي وقع على هاد المدينة بزاف، وخصوصا هاد الحديقة اللي كتعتبر واحد المتنفس الطبيعي الوحيد لهاد الناس المدينة القديمة بالخصوص. بلا ما نتذكروا على المآتي المتواجدة فيها والقيمة ديال هاد الأشجار والقيمة ديال هاد الغاز اللي متواجد فيها من الناحية البيئية ومن الناحية ديال الجميع. مما جيتي لا هاد الحدائق راه ما خصهمش يتعدموا، الإعدام ديالها بحال اللي كتعدم مدينة طنجة. كفانا عبثا، كفانا من الاسمنت، كفانا خلينا نشوفوا شي حاجه خضراء وسط المدينه. انا بعدا ماشي طنجاويه ومشاركه في الحمله، علاش؟ باسكو ماشي غير طنجه اللي خصها، ماشي غير مدينتي اللي خصها تقاد، من بلوتو المغرب كامل خصو يتقاد. حنا هذا النهار دايرين واحد الحمله تحسيسيه وبيئية وثقافية على ود البيئة ديالنا، على ود الخضورة ديال البلاد ديالنا. حنا كلشي كيعرف ان طنجة خضراء، ولكن عارفين ان كاينين شي بلايص اللي خصهم يتنقاو، يعني واخا تبان لك لا فيغدور من برا، ولكن فاش كتجي تجلس انت ولا فامي ديالك انت والعائله ديالك كيبان لك الوسخ قدامك. يعني دو ان حنايا هاد الحمله ديالنا باش نقيو هنايا، ودو دو باش الشركه ديال سوماجيك اللي باغا دير باركينغ هنايا كنديروا حمله تحسيسيه للساكنه ديال طنجه باش نقول لهم ان انا زعما ما خاصش نضيعوا هاد الخضوره ديالنا.